السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع تدفق فيروس كورونا إلى إندونيسيا في بداية العام 2020 له تأثير كبير على مختلف القطاعات، واحدة منها في قطاع التعليم. وقد أدى هذا الوباء إلى حكم الحكومة بشأن القيود الاجتماعية على نطاق واسع، مما أدى إلى إغلاق المدارس التي تتراوح بين المستوى الأدنى والمستوى الأعلى مثل الجامعات. بالتأكيد يجب على المعلمين والطلاب قبول وإياكم مستعدين للتغييرات التي تحدث. يجب على اختصاصي التوعية بضمان استمرار التعلم كالمعتاد حتى لو لم يكن وجها لوجه في المدرسة. بالتأكيد لسنا مستعدين للتغييرات التي تحدث، ولكن غير مستعدين. علينا جميعا أن نحاول أن نفعل خطة التعلم الصحيحة حتى تظل المواد التي سيتم تسليمها ناجحة. الحل الذي يمكن القيام به هو أن المعلمين يجب إعلان وسائل إعلان التعلم من خلال استخدام وسائل الإعلان على شبكة الاتصالات التي هي متاحة بالفعل. ولكن استخدام التكنولوجيا للتعلم ليس بشكل، فهناك بعض المشاكل التي يمكن أن تعيق تنفيذ عملية التعلم، وهي حول قيود المعلمين والمتعلمين في إدخال التكنولوجيا والافتقار إلى وسائل الوصول إلى التكنولوجيا والوصول إلى شبكة الاتصالات التي لا يزال محدودة. كمعلمة تتعلم اللغة العربية، عادة اتجاه التغيير وجها لوجه من خلال استخدام وسائل الإعلام على الإنترنت. من أجل تقديم المواد التعليمية يحتاج مدرس اللغة العربية إلى إعداد الاستراتيجيات الصحيحة من أجل تقديم المواد. الاستراتيجية الأولى التي يمكن القيام به هو تحديد الوقت الصحيح للتعلم بحيث يكون التعلم أكثر حدة. والثانية تعيد الوصول السلس إلى شبكة الاتصالات بحيث لا يعيق التعلم عدم وجود اتصال سريع بشبكة الاتصالات. وعلاوة على ذلك، ما يجب إعداده هو طريقة التعليم اللغة العربية. الطريقة التي يمكن استخدامها هي طريقة إلقاء المحاضرات والغناء واللعب وغيرها الكثير. في الواقع الأسلوب المستخدم لا يختلف كثيرا، ولكن ليس من الممكن استخدام جميع الأساليب القائمة. وأيضا طريقة تسليم المواد هي أيضا مختلفة، وهي المعلم سوف تنقل المواد عن طريق جعل الفيديو التعلم، وسوف ترسل إلى المتعلم من خلال تطبيق مثل الواتساب، فضلا عن إجراء التقييم التعلم من خلال جعل السؤال المعني بالتعلم. في بعض الأحيان سيقوم المعلمون بالتعلم باستخدام أساليب افتراضية مثل تطبيقات التكبير وشرح المواد مباشرة للطلاب. تدريس اللغة العربية وخاصة مع وسائل الإعلام على الإنترنت هو بالتأكيد مزاياه وعيوبه. بالطبع تعلم اللغة العربية مع وسائل الإعلام عبر الإنترنت ليس فعالا مثل التعلم في الفصول الدراسية، لأن المعلمين لا يستطيعون ضمان فهم الطلاب المواد التعليمية بشكل مباشر، كما لا يمكنهم التأكد من قدرة الطلاب على الوصول إلى الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.